حياكم الله من جديد. أزمة كورونا كشفت جودة وخدمة كثير من الشركات والقطاعات اللي تسابقت لتقديم الأفضل وجعلها خيار مفضل للمستهلك، لكن هناك من أظهرت الأزمة ضعف إمكانياتهم وعدم تحقيقهم لرضا المستفيد. شركات البريد وإيصال الطرود ونموذج ومثال، سنتحدث عن خدماتها ورضا المستفيدين عنها خلال هذه الأزمة. ينضم إلي لنقاش هذا الموضوع الأستاذ خالد السليمان، كاتب الرأي عبر سكايب. التحديات الكبيرة اللي مرينا فيها خلال الأزمة أفرزت كثير من المنتجات، وأفرزت كثير أيضا من الجهات التي ظهرت للسوق لتقديم خدماتها، طبعا بدعم من الجهات الحكومية. حياك الله أستاذ خالد. أهلا وسهلا، وانت بخير ان شاء الله، وانت بخير وصحه وسلامه. استاذ خالد، كيف تقرا اداء شركات ايصال الطرود او الشحن؟ ما في شك انه الازمه هذه يعني كانت اختبار فعلي وجاد لكثير من الخدمات او قطاع، بالذات قطاع التوصيل والنقل. كما تعلم هذا القطاع، قطاع البريد، كان يتعرض لكثير من الانتقادات من قبل هذه الأزمة، وكنا كثيرا ما نكتب منتقدين لتفاوت مستوى الخدمات بين شركة وأخرى وعدم وجود الناظم أو المعيارية التي توحد قياس وتقييم ومحاسبة هذه الشركات. اليوم كما تعلم أنه هذا القطاع أصبح تحت مظلة هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات منذ سنة تقريبا. صحيح. ومنذ ذلك الوقت أصدرت الهيئة الحقيقة ما يسمى ب يعني وثيقة حقوق المستهلك، وبالتالي أصبح لمستفيدي الخدمات الآن جهة أو مرجعية لتلقي الشكاوى ولتقييم الأداء. ومنذ ذلك الوقت تحسن كثيرا هذا الأداء. جاءت الأزمة الحقيقة لنواجه بعض الصعوبات. كما تعلم أنه كثير من القطاعات واجهت صعوبات في مسألة تصاريح التنقل، في مسألة بعض القرارات اللي صدرت للحد من المخالطة، هذه أثرت أو أربكت بعض القطاعات في العمل. لكن قطاع البريد بالذات والتوصيل والنقل الطرود كان من القطاعات المستثناة التي سهل عملها، وبالتالي لا مبرر لقصور أو تقاعس أي شركة في أداء واجبها على أكمل وجه. احنا اليوم لو نبغى نلخص خلينا نقول اوجه القصور استاذ خالد في 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 هالازمه من قبل شركات التوصيل، وش نقدر نلخصها فيه؟ اولا عدم الالتزام بالمواعيد المحدده لتوصيل الطرود والرسائل والبضائع، هذه كانت معضله كبيره وتفاوتت بين شركات وشركات، وهذا الحقيقه تمت رصده من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال البيان اللي احنا شفناه صدر قبل يومين ضد احدى هذه الشركات الكبرى ووقفها، وقف خدمات استلامها لطلبات جديدة حتى تفي بالتزاماتها تجاه الطرود والطلبات المتراكمة لديها. هذه الرسالة التي أبلغتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات هي ليست لهذه الشركة وحسب، وإنما لجميع شركات القطاع بما فيها قطاع البريد الرسمي اللي هو شركة أو مؤسسة البريد السعودي التي حقيقة نتمنى أن تكون هي قدوة وسباقة في هذا المجال. طيب، في جانب مهم أيضا ربما نلقي الضوء عليه أستاذ خالد يتعلق بشركة أو خلينا نقول بالبريد السعودي. هل بالفعل البريد السعودي قادر على مواكبة المتغيرات السريعة اللي تحدث اليوم من خلال هالأزمة، من خلال الطلب العالي خلال هالأزمة؟ معروف أنه من بداية منع التجول صار في اعتماد كلي تقريبا في غالب مناطق المملكة على هذه الشركات وتحديدا على البريد السعودي، فهل البريد قادر على مواكبة متطلبات هذه الأزمة؟ هذا السؤال جميل الحقيقة. هل هو قادر؟ يفترض أن يكون قادر لأنه هو يملك كل الإمكانيات ويملك كل الخبرات وكل التراكم المخبرات في أن يتعامل بكل سلاسة مع مسؤولياته
يا لا، أنا كما قلت لك في بداية هذا الحديث لا أجد أي مبرر لأي تقاعس. هذا القطاع دعم بشكل كبير منذ سنة تقريبا، هو مدعوم من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وسهل له عمله ووضعت له أطر ومعايير للأداء. الشيء الوحيد اللي الآن احنا نطمئن إليه في هذه الفترة هو أن هناك أصبح مرجعية لحماية حقوق المستهلك، مرجعية تستطيع شركات مثل هذه الشركات أن تعلم وتتأكد من أنها ستحاسب. في الماضي لم يكن أحد حقيقة يحاسبها، اليوم أصبح هناك جهة تحكم بينها وبين المستهلكين أو المستفيدين. إذا ما أردنا نتكلم عن رضا المستفيدين وأنت تتكلم عنه، إذا وين الخلل؟ وين المشكلة؟ عندنا جهة قاعدة تراقب، عندنا خدمات قاعدة تقدم، إذا لماذا لا يتحقق هذا الرضا؟ أنت تعرف يعني سنة لا تعتبر مدة كافية للحكم على التجربة الجديدة لأن يكون هذا القطاع تحت مظلة هيئة الاتصالات، ولكن نستطيع أن احنا نقرأ جدية الآن في التعامل مع الخلل اللي حاصل، رغم أن هناك أزمة اليوم وهناك فيه مؤثرات كثيرة قد تعرقل الأداء وقد توفر مبررات للتقاعس. لكن الحقيقة اللي احنا شايفينه أنه فيه تركيز على رفع جودة وكفاءة العمل، تأكيد على حماية حقوق المستفيدين وضمان أن تلتزم هذه الشركات بأقصى المعايير في كفاءة الأداء، خاصة وأنها وفرت لها كل وسائل النجاح في هذه الأزمة، وسائل تصاريح التنقل، السماح بعمل موظفيها، وبالتالي هي لا تعتبر متأثرة بشكل كبير بالأزمة. في تجارب استاذ خالد اليوم مع الجائحه وترافقت مع الجائحه، تمثلت باستخدام وسائل الكترونيه لايصال الطرود او شحن هذه الطرود الى المستفيدين منها. هناك رايين، الراي الاول يقول انه دخول مثل هالادوات اليوم لمثل هالصناعه قد يفقدنا الكثير من الوظائف، بينما الرأي الآخر يقول يا أخي خلينا نروح مع هالأداة هذه، إذا هي تضمن اليوم لا يحتاج تصريح الأداة وتوصل لي، وأضمن برضو حتى اللي يوصل لي ما يكون لا قدر الله مصاب أو شيء، تعمل مع جهاز بالدرجة الأولى. مع أي رأيين أنت؟ شوف، هو يعني من قبل ما تجي هذه الجائحة وإحنا كنا نتكلم عن التسوق الإلكتروني ومستقبل هذا التسوق. اليوم الجائحة الحقيقة دفعت الناس نحو التسوق الإلكتروني لأنه أصبح بديل عن الأسواق المغلقة. لذلك هناك وظائف ستهدد، ولكن هناك أيضا وظائف ستخلق بفضل اتساع مجال العمل في هذا القطاع. وبالتالي هي نرجع للإشكالية القديمة لما كنا نناقش تأثير التقنية وتأثير التطور في ميادين الاتصالات والذكاء الاصطناعي على الوظائف التقليديه، وبالتالي انت الان لا تتكلم عن فقدان وظائف بقدر ما تتكلم عن اتجاه الوظائف الى تخصصات ومجالات اخرى. هو التوازن في النهايه حيتحقق بفعل الامر الواقع، ولكن في المرحله الحاليه ما في شك انه هناك اتجاه من شريحه واسعه في المجتمع نحو وسائل التسوق الالكتروني. هذا الشيء الحقيقه يقابله نشاط مكثف الآن لشركات البريدية، وفرصة لها لأن تجني أرباحها من هذا القطاع، وبالتالي هو من القطاعات التي يمكن ألا تتأثر اقتصاديا بتأثيرات هذه الجائحة. تقييمك خلال هذه الأزمة، من اللي نجح أكثر في الإيفاء بالالتزاماته؟ شركات إيصال الطرود والبضائع الأجنبية أم الشركات المحلية؟ لا، ما في شك انه حتى الشركات الاجنبيه هي تعمل من خلال فروعها المحليه، وبالتالي انا احط لك مسطره كامله انه الجميع يعتبر محلي في الداخل، خاصه انه في تعثر في او 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 انحسار في الطلب من التصدير خارج المملكه، وبالتالي جميعها انا احطها الان تحت مقياس محلي. المؤسف انه يوجد تفاوت احيانا بين تجربتين في نفس الشركه. هذا طبعا يعني انه هناك في خلل في معياريه الاداء ومراقبه جوده الاداء، لكني انا متفائل لانه هيئه الاتصالات الحقيقه اللي برهنت كثيرا على نجاحها في
هذه الجائحة. كل النجاحات التي تحققت لجميع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية كانت ترتكز على نجاح قطاع الاتصالات وتهيئة الخدمات الإلكترونية وخدمات التواصل عن بعد. كل هذا الحقيقة هو وضع قاعدة صلبة لأن تحقق جميع القطاعات الأخرى النجاح. وبالتالي أنا مطمئن أنه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عندما تشرف على هذا القطاع وهي الآن مضى لها سنة، أعتقد أنه في المستقبل ستضع المعايير الكافية لضمان جودة وكفاءة الأداء كما فعلت في شركة مع شركات الاتصالات التي تحسنت خدماتها كثيرا منذ أن أصبحت الهيئة هي المرجعية للمستهلك للمستخدم لضمان حقوقه. لو تحدثنا عن شركات إيصال الطرود والبضائع من بداية الأزمة أستاذ خالد، تركز وجود هذه الشركات في نطاق جغرافي محدد، ونتكلم هنا عن المدن الكبرى الرياض، جدة، الدمام، ربما في بعض المناطق الشمالية أيضا الكبرى، ربما بعض المناطق الجنوبية، لكن هذه التجربة لم تعمم. لماذا برأيك؟ يعني لم تصل لكافة مناطق المملكة. يعني ربما هناك أمر متعلق بالجدوى الاقتصادية لهذه الشركات، ربما الأمر متعلق بمنحها تصاريح للتنقل بين المناطق، وبالتالي لابد نحن نرجع للأسباب التي تعوق مثل هذه الخدمات حتى نقف أو نقف على موضع الخلل والقصور. أثبتت اليوم الشركات المحلية، وتكلم هنا عن التجارة الإلكترونية، هل تعتقد أنه بالفعل أصبحت هناك منافسة عادلة حتى الآن بين المنتجات المحلية في التجارة الإلكترونية وبين المنتجات غير المحلية التي تأتي من خارج المملكة؟ لأيهما ترى أنه الكفة رجحت؟ معظم البضائع المحلية هي في الحقيقة بضائع مستوردة. الإشكالية هنا أنك في التسوق الإلكتروني إذا لم يوجد الضابط الذي يضمن حقوق كمستهلك ووجود ويكون مرجعية لك مع هذه الشركات سواء وزارة التجارة أو وزارة الداخلية أو حماية المستهلك أو أي جهة مسؤولة، ستنفشل في تلافي أو تحاشي وجود بضائع مقلدة، بضائع رديئة، عمليات نصب واحتيال. هذه الحقيقة كانت إشكالية قائمة في السابق، اليوم مع النشاط المكثف للبيع الإلكتروني أصبح من اللازم أن تسارع الأجهزة المختصة في وضع الأطر التي تحمي المستهلك فيها وتحمي أيضا جودة المنتج الذي يدخل إلى الأسواق. وش معيار جودة المنتج لدينا لنستطيع نقول والله أنه هذا المنتج هو مطابق لتوقعاتي أنا كمستهلك؟ أن يكون كما يصف نفسه، أن يكون منتج جيد، أن يكون بالسعر الحقيقي. كثير من المنتجات اللي أنا أشوفها يعلن عنها في وسائل التواصل الاجتماعي زي سناب وزي هذا، أنا لما أجي أبحث عنها في محركات البحث عبر الإنترنت أجدها تباع في دول أخرى وعبر منصات أخرى بأسعار أقل، تصل أحيانا إلى 50%. هذا الضبط الأسعار الحقيقة يجب أن يصحح نفسه. المستهلك هنا أيضا يتحمل مسؤولية أنه لا يستعجل في الشراء. يعني أنا شخصيا لما أبغى أشوف منتج ويعجبني دائما أبحث عن فرص أخرى للشراء في منصات أخرى ثم أقارن الأسعار وفي النهاية أتخذ قراري بالشراء. لا نستعجل، لأنه في النهاية أنت كمستهلك أنت خط الدفاع الأول عن حقوقك، ثم بعد ذلك تأتي مسؤوليات الجهات الأخرى. أنا بجي معك على تفاصيل هذه المنتجات وكيفية الرقابة عليها، لكن خليني أخذ النطاق السعري لتطبيقات، خلينا نقول التوصيل إذا جاز لنا تسميتها وتعميم هالتسمية. النطاق السعري لها يتفاوت بين يعني بين 10 ريال و 200 ريال و 50 ريال و 100 ريال. ما هو المعيار الذي يحدد النطاق السعري لطلبات التوصيل باعتقادك استاذ خالد؟ المستهلك واتجاهه. يعني انا لما اجي اشوف الان، خلينا ناخذها على مثال اخر، يعني تطبيقات توصيل الطلبات، طلبات المطاعم والهذا، تجد انه اسعار التوصيل تختلف بينما نفس التطبيقات تتوفر فيها جميع المطاعم التي نستطيع أن نطلب منها، ولكن تختلف أسعار التوصيل. فأنت كمستهلك عندما تتجه إلى سعر التوصيل الأرخص بكل تأكيد أن التطبيقات الأخرى ستسعى لأنها تتوازن مع سعر التطبيقات المنافسة. إحنا كمستهلكين إحنا اللي نحدد وإحنا اللي نضع المسار اللي يجب أن يسير عليه التاجر أو المورد.
هل تعتقد انه لا زال النطاق السعري حتى الآن إذا هو في منطقة عادلة؟ انا ما ادري وش النطاق السعري، لانه ما يعني لازم نسمي هنا كل تطبيق بحسب البضاعه اللي يبيعها. يعني في تطبيقات تحدد حد ادنى للشراء للتوصيل المجاني، هناك تطبيقات لا تفرض عليك رسوم توصيل مهما كانت، ويعتمد على البعد المسافه. يعني بضاعه تشتريها من داخل مدينتك مختلفه عن مدينه اخرى، لا شك انه في تفاوت. الرقابة على المنتجات اللي تصل اليوم عبر الطرود أو حتى من خلال شركات التوصيل، وأنا أتحدث هنا تحديدا ربما عن المواد الغذائية، ربما أيضا نضيف لها أيضا المواد اللي تطلب من خلال الصيدليات الإلكترونية، هل ترى أنها تخضع لرقابة كافية؟ كذلك في تفاوت سعري أنت تطرقت له يمكن قبل شوي، بس ودي نتوسع فيه وتحديدا في منتجات الصيدليات. لا، هنا مهم ان احنا نميز. احنا في البدايه كنا نتكلم عن شركات البريديه ونقل القروض البريديه، هذه مختلفه تماما عن قطاع او توصيل الطلبات المنزليه او الاغذيه او المطاعم، لا هذا شك شيء مختلف لا تماما. شك اذا انت تبغى تتكلم عن موضوع تطبيقات توصيل الطلبات المنزليه والاطعمه وال يعني المستلزمات اللي تبيعها الصيدليات والسوبر ماركات، هذا شيء مختلف. هنا انت حقيقه اقدر على انك تقيم من خلال مشترياتك، اذا كانت تصلك بشكل جيد، اذا كانت تصلك بحاله جيده، لان هم في النهايه يعني ما يشترونها من متاجر او مخازن خاصه فيهم، هم يشترونها من السوق المجاور لك. والاسعار طيب خليني بس باخذ اسعار الصيدليات تحديدا. انا زي ما قلت لك هم اسعارهم محدده، يعني لما يجي انت تبغى تطلب طلبيه من مطعم معين، طلبت ب 100 لا لا ريال انا ما اتكلم عن المطاعم هنا، ما اتكلم عن هو المطاعم، 15 انا اتكلم ريال عن توصيل. انا ما اتكلم عن المطاعم، انا اتحدث هنا تحديدا عن اسعار الادويه وحتى المنتجات اللي نطلبها اليوم من الصيدليات من خارج المملكه. نفس الشيء يا طويل العمر، اذا انت بتطلب ادويه من خارج المملكه ما اعتقد انك تقدر تطلب ادويه، لابد انها تخضع تقدر تطلب لاجازه ادويه الغذاء وتقدر والدواء. تطلب منتجات. هذه مساله تعتمد على وزن الشحنه، على المسافه اللي البلد اللي حيشحن لك، هذه مختلفه تماما يعني. لكن اذا احنا نتكلم عن طلبات داخليه من صيدليات قريبه من منزلك، هذه اسعارها محدده 15 لا شك، الى هذه ما 17 نختلف 14. هذه ما نختلف إيه نعم. عليها. برأيك هل يمكن اليوم التوسع في إيجاد منتجات مختلفة ذات جودة مختلفة في تطبيقات التوصيل ولشركات الطرود أيضا؟ أكيد كثير من المنتجات الآن تسوق من خلال هذه التطبيقات ومن خلال هذه الشركات، لا 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 ليست لها شركات يعني براند نيمز او الماركات المعروفه يعني. وهذا يعني مساله الحقيقه مقلقه، لانه كثير من هذه البضائع احيانا تكون مقلده او مزوره او ذات كفاءه جوده منخفضه، وبالتالي يجب ان احنا نضع الحقيقه معايير صارمه لعمل هذه التطبيقات او لعمل شركات التوصيل حتى نحمي حقوق المستهلك. هنا المسؤوليه مشتركه بين وزاره التجاره في رقابتها على المنتج، وبين هيئة الاتصالات وتقنيات المعلومات في رقابتها على تطبيقات التوصيل. واضح، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد السليمان كاتب الرأي، متحدثا عن أزمة كورونا وانعكاسها اليوم على جودة العديد من خدمات شركات الشحن والطرود، هذا كان لها أثر كبير جدا خلال من بداية الأزمة حتى اليوم. يمكن التحدي الأساسي اللي كان يواجه هذه الشركات كما ذكر الأستاذ خالد هو في عملية إيصال هذه المنتجات إلى المستفيدين منها، كذلك الجانب الآخر اللي وجدنا فيه ربما تفاوت، وكذلك صدر قرار من وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات فيما يتعلق بإيقاف إحدى شركات الشحن لعدم التزامها ووفائها تجاه عملائها. هنا تتفاوت الجودة في إيصال هذه المنتجات من عدمها، كذلك الوقت يختلف بشكل أو بآخر. الخيارات طبعا كثيرة لا شك، من بداية الأزمة نشرت وزارة الاتصالات نشرت هيئة الاتصالات قائمة مطولة جدا لعدد من الشركات سواء المحلية أو حتى الشركات
اللي لها أفرع محلية لكنها شركات عالمية، كان لها أثر كبير جدا، خففت كثير من أثار منع التجول، ساهمت في إيصال كثير من احتياجات الناس إلى منازلهم، لكنها لازالت تواجه تحدي كبير جدا في محاكاة توقعات المستهلكين وإيصالها لهم في الوقت والزمن والجودة المطلوبة. اطلع فاصل.